نشرة الأخبار من التلفزيون الوطني التونسي نستهلها بالعناوين. متابعة إخماد بعض جيوب الحرائق المندلعة في الغابات المشتعلة، وعدد من متساكني المناطق الغابية بسجنان يعودون إلى منازلهم. تواصل وتوعية بضرورة التسجيل للانتخابات البلدية المنتظرة في عدد من مناطق الجمهورية، وآمال بارتفاع نسبة المسجلين. القوات السورية تستعيد منطقة السخنة الاستراتيجية بريف حمص الشمالي من أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وتتقدم بريف الرقة. الثامنة من تونس، أهلا بكم. عاد متساكنو منطقة أولاد عود من معتمدية سجنان بولاية بنزرت إلى منازلهم بعد التمكن من السيطرة على النيران التي أتت على مناطق شاسعة من الأراضي هناك. وفي ولاية جندوبة قدمت السلطات الجهوية تقريرا أوليا عن الخسائر التي خلفتها الحرائق خلال الأيام الثلاثة المنقضية، والتي أتت على نحو 955 هكتارا من الغابات الكثيفة موزعة على 6 معتمديات. بدأت ملامح السيطرة على الحرائق تظهر في عدد من المناطق التي تم إجلاء متساكنيها توقيا من مخاطر النيران. كافة متساكني منطقة أولاد عود من معتمدية سجنان التابعة لولاية بنزرت، والبالغ عددهم 37 فردا، تم تأمين عودتهم إلى منازلهم عبر توفير وسائل النقل وبعض المساعدات المعيشية الظرفية اللازمة، وذلك وفق ما أكدته المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية. وتأتي عودة هؤلاء الأهالي إلى منازلهم إثر تمكن مختلف هياكل التدخل الميداني لعناصر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة والهياكل المعاضدة لها من السيطرة على حريق منطقة أولاد عود ومحيطها المجاور، كما تمكنت نسبيا من السيطرة على مختلف جيوب النار الكبيرة خاصة في مناطق تمرة والحدادة وزيليا وكبسيرات والوطنية رقم 51 ومنطقة الصخيرة وديبوراوي، مع تواصل تركيز فرقة رقابية ميدانية للتدخل في الحين أو العمل على إخماد النيران المشتعلة في المنطقة الغابية بالظواهرية التابعة لمعتمدية سجنان. وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرة العقيد خميس بن علي أن عمل جميع الهياكل المتدخلة لإخماد النيران منصب منذ صباح اليوم على المراقبة اللصيقة لكل المشهد الغابي بمنطقة سجنان من خلال التواجد الميداني بكامل المنطقة، إلى غاية الإعلان قريبا عن إخماد كلي لبؤر وجيوب النار. وعن الخسائر التي خلفتها الحرائق في ولاية بنزرت، تم الإعلان عن تشكيل لجنة جهوية لتقييم مداها والإجراءات المزمع اتخاذها. من جهتها قدمت السلطات الجهوية بولاية جندوبة تقريرا أوليا عن الخسائر التي خلفتها الحرائق دون اعتبار المساحات التي احترقت خلال الأيام الثلاثة المنقضية. النيران أتت على نحو 955 هكتارا من الغابات الكثيفة موزعة على 6 معتمديات: عين دراهم 840 هكتارا، تبرقة 40 هكتارا، بلط أبو عوان 34 هكتارا، جندوبة الشمالية 30 هكتارا، غار الدماء 9 هكتارات، وفرنانة 3 هكتارات. ولم يتطرق التقرير إلى الخسائر الغابية في مستوى مكوناتها البيئية والنباتية، مع العلم أن الأشجار المحروقة من الفرنان والزان يتطلب تجديدها حسب الخبراء في المجال الغابي على الأقل 30 سنة. وتمكنت وحدة الحماية المدنية والغابات بالتعاون مع قوة الجيش الوطني من السيطرة على 3 حرائق اندلعت بجهتي كدية المهيري بمعتمدية نبر ونعورة بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف، وفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. وأكد أن التدخلات الناجعة والسريعة التي قامت بها مختلف الوحدات العاملة في مجال إطفاء الحرائق نجحت في إخمادها في وقت وجيز، مضيفا أن الخسائر كانت محدودة ولم تتجاوز نصف هكتار من الغابات. وفي الجزائر، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى التجند التام من طرف مختلف مؤسسات الدولة وممثلي المجتمع المدني بهدف التحكم في موجة حرائق الغابات التي انتشرت في عدد من الولايات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تسجيل ما يزيد عن 1550 حريقا منذ شهر جوان الماضي، أتت على أكثر من 4400 هكتار من الغابات. في أخبار الأحزاب، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هي تصريحات رسمية تمثل الحركة،
وأن رئيس الحركة هو أول من يتكلم باسمها، مبرزاً أن الحركة تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتدعم أولوياتها في بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن وثيقة قرطاج. وأكد الهاروني في تصريح إعلامي في اختتام أعمال مجلس شورى الحركة على ضرورة عدم اعتبار تصريحات رئيس الحركة من باب التشويش على عمل الحكومة، خاصة وأنها تضمنت رسالة تؤكد دعم الحكومة في محاربة الفساد ومحاربة الإرهاب. وبالنسبة للانتخابات البلدية القادمة، تتواصل عمليات التحسيس للتسجيل فيها في مختلف جهات الجمهورية. الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس واحد استغلت إحداث بلدية جديدة في الغرابة ونظمت سهرات فنية ولقاءات مباشرة بالمواطنين. حملة تحسيسية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين نظمتها الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس واحد بمنطقة الغرابة، حيث أحدثت بلدية جديدة. بلدية جديدة متاع بلدية النصر في منطقة الغرابة. الشعار اللي رفعناه احنا في البلديه الجد هو انه بلديه جديده كنا نسجله، والحق حتى هو العمليه التسجيل اللي وصلنا لها في بلديه النصر هي عدد معناتها محترم جدا. من خلال السهره هذه، هي سهره تحسيسيه بالاساس، ناويين كيف نسجلوا اكثر عدد ممكن من الناخبين، وهذاك علاش متواجدين الليله في بلديه النصر. احنا معنا الليله متواجده هي الحفله نتاع مهرجان صفاقس، مهرجان في كل مكان، عندهم فرقه موسيقيه ومعهم كذلك فنانين هما اللي مشيحيون السهره. كيف معنا اذاعه صفاقس مشكوره اللي هما منذ يومين عملنا سهريه في بير علي بن خليفه وكانت ناجحه جدا، وسجلنا فيها العديد من المواطنين. اعوان التسجيل يبذلون كل ما بوسعهم لتسجيل الناخبين في المدينه كما في الريف. احنا كيبه فهمت معانا ديجا عاون تحسيس، نمشوا للريف كل مره نختاروا عماده، فهمت كل نهار نختاروا عماده معينه، فهمت الطريقه اللي احنا نمشوا بها واللي ناجحه بريسك، اللي هي نمشوا دار ما فوتش حتى دار ديجا، كل نهار مثلا نحط في مخي المنطقه ذيك معينه، فهمت هذيك نبداها بالدار وكل دار هذيك تبدا عائله ملمومه. موجودين للتحسيس بالتنسيق مع الهيئه الفرعيه صفاقس واحد، نحاولوا باش نقربوا للمواطنين، ومسالتي هي المساله اكثر تحسيس اكثر منه هي معناتها اي شيء اخر، لانه خاصه انه البلديه معناتها في المنطقه هذه بلديه جديده، وطبيعي جدا انه المواطن معناتها يكون واعي بالامر هذايا. 4 أيام فقط تفصلنا عن موعد غلق دفاتر التسجيل للانتخابات البلدية القادمة والتي ستجرى في 17 ديسمبر القادم. شكل آخر من الحملات التوعوية نجده في معتمدية الغزالة من ولاية بنزرت، وذلك عبر الاتصال المباشر بالمواطن، حيث كان مسرح الشارع ونقد الوضع السائد للتغيير شكلا من أشكال تحفيز المواطن على ضرورة التسجيل لتغيير واقعه المحلي. حملة توعوية بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت لتسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية ديسمبر 2017 بالتعاون مع مسرح الحوار والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية بتونس، وذلك قبل انتهاء موعد التسجيل في 10 من أوت 2017. توقعنا أكثر قبيل، لكن ديما عنده فايدة كبيرة، بعد نخرجوا احنا سيغتانمون أعوان التسجيل يلقاو أكثر سهولة للتسجيل المواطنين، ويلقاهم على علم وعين ووصلهم المساج. ولعل هذه الحملة اختارت الاتصال المباشر بالمواطن ناهيك عن مسرح الشارع بما فيه من جانب نقدي للوضع القائم، لشد أكثر عدد من الحضور لتغيير الأفكار السائدة وبناء قناعة بديلة بأهمية التسجيل بالانتخابات البلدية. عندي جماعتين وانا ماشي جاي. عبدت لوجهي كل يوم ماشي جاي، مازال طارت الطبيب. الموضوع هو تحسيس الاهالي والشباب والنساء ومتساكني المناطق هذه حول اهميه المشاركه المحليه، ما عندناش حتى غايه اخرى
خلف انه نشجعوا العباد على اهميه هذه المشاركه باش ياخذوا بزمام الامور باش يعني يتحملوا مسؤوليتهم ومسؤوليه مستقبل التنميه في جهتهم. بعض المواطنين يرون ان التشجيع على الاقبال على التجيري بالانتخابات البلديه ينبع من مدى جديه القائمات المترشحه وحضورها لدى المواطنين في ظل عزوف اسماء لها القدره على اداره الشان البلدي وخدمه المواطن. كيف نراو معناها ناس على مستوى عالي مترشحين نتشجعوا على التسجيل يعني والمبادره باش يكون عندنا راي. يحب تونس، الانسان اللي يحب تونس والتونسي الحر لازم ينتخب. حس بأهمية الشأن البلدي بدأ يتجذر لدى المواطن، قد يعزوه متابعون إلى أن التغيير يبدأ من الشأن المحلي. وفي سيدي بوزيد التي تتصدر قائمة المسجلين للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، يعمل أعوان التسجيل بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بنسق حثيث لتوعية أكبر عدد ممكن من المواطنين للانخراط في العملية الانتخابية. رجاء كدوسي عون تسجيل متنقل تصدرت المرتبة الأولى جهويا، ويعود ذلك لأسلوبها المتميز في الإقناع. كعادتها مع بداية كل صباح تتأهب رجاء عون تسجيل بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للخروج إلى عملها الميداني رفقة زملائها. هي في سباق يومي من أجل إقناع المواطنين لتحصيل أكبر عدد ممكن من المسجلين للانتخابات البلدية. حبها لعملها جعل في حصيلتها أكبر عدد من المسجلين لديها ومكنها من أن تكون عون التسجيل الأول جهويا. الشيء اللي خليني أنا الأولى على سيدي بوزيد وأنا في المراتب الأولى على مستوى وطني هو أهمية التكوين اللي خذيته في 2014، الخدمة اللي خدمتها ميدانيا في 2014، حسيتها اللي هي واجب وطني، حسيت روحي اللي أنا مسؤولة. رجاء استطاعت بأسلوبها الحواري المرح وبمعاملتها اللينة مع كافة شرائح المجتمع في المدينة وفي الأوساط الريفية من استقطاب الكثيرين للتسجيل للانتخابات البلدية. دخلت للعمادات، دخلت للأحياء الفقيرة والفقيرة جدا، المتهمشين والمتثقفين والصغار وكل حكيت معاهم، حاولت فهمهم اللي الانتخابات هي واجب وطني، حاولت نفهمهم اللي حتى وكان ما عجبتهمش حكومة أو ما عجبهمش مسؤول في الحكومة بالانتخابات النجم نبدلوه. ما عنديش العائق نتاع الاتصالي، عندها دراية ومعرفة بمناطق الولاية اللي اكتسبتها من تكوينها اللي تلقاته في 2017، وكذلك من الخبرة اللي اكتسبتها في مشاركتها في عمان كعون التسجيل في منتخبات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. أيام قليلة تفصلنا عن آخر موعد للتسجيل للانتخابات البلدية، تسعى من خلالها رجاء للمحافظة على تميزها الجهوي والوطني وأن يسير هذا الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف. في موضوع آخر الآن نتحول إلى الميناء الترفيهي بحومة السوق بجربة، وفي مواكبة لفعالية معرض الصناعات البحرية وتجهيزات السفن بمشاركة الأطراف ذات الصلة تأتي هذه الدورة التأسيسية لدعم مجال الموانئ الترفيهية وتطويره. في النسخة الأولى لمعرض الصناعات البحرية وتجهيزات السفن بجزيرة تجربة، عرض لآخر الابتكارات في هذا المجال المتعدد في جزيرة تجربة والذي يترافق مع دعم نشاط الصيد الترفيهي في جزيرة تجربة. احنا سميناه بوت جو ولا سالون نوتيك، ولكن باش نوريو اللي صنع الفليك مش في حد ذاته السفينة كهو، هو كل شيء ما يتبع السفينة، كما مثلا إصلاح سفن، كما فما صنع سفن وفما القطايع الكل اللي تابعين سفن، هذوما جدنا نقدموا فيهم هنا باش نوريو اللي كي نحكيو على البليزونس مش معناتها على الفلوكة كهو، ما تابع الفلوكة. أنا يعني عرض لوازم الصيد البحري وتسكين اللاهي بالبحر ولوازم الغطس. أطراف مختلفة شاركت في تنظيم هذا المعرض، تزامن أيضا مع تطور نشاط الصيد البحري التقليدي الترفيهي، إلى جانب نسبة الإشغال الهامة لميناء الترفيهي بمدينة حومة السوق. حبينا ما نوصلوا الفكرة للتوانسة حتى ما نزيد غونجي اللي عندنا راهو بور
وانا من ترفيه في جربة، اللي نجم نوفروا برشا خدمات، نجموا نبيعوا سفن، نجموا نصلحوا سفن، عندنا دي اكسسوار. ماذا بينا ان ندفعوا لي بروفيسيونيل الصناع والمهنيين انهم يجتمعوا، انهم يعرضوا، يوريوا لي كومبيتونس نتاعهم، يوريوا الى اي مدى مع القطاع هذا متطور في تونس وحديث ومواكب لما يسير في حول العالم، ونحبهم كذلك يصطفوا من اجل النهوض بالقطاع السياحي والترفيهي في تونس. نشاط احنا من عام لعام نلقاو تحسن، خاطر نلعبوا برشا على الاسعار، دونك قاعدين نفسوا في مواني معناها في اوروبا، قاعدين نستقبوا في حرفاء جدد. مارينا حومتسوغا، فضاء متعدد الاوجه والاختصاصات للانشطه الترفيهيه السياحيه، ينتظر أن يشهد أيضا تعزيزا لهذه الأنشطة بإقامة مثل هذه التظاهرات النوعية الأولى بجزيرة جربة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. مدينة منزل تميم تستضيف معرض الروبوتيك، ومهندسون وطلبة يقدمون أحدث اختراعاتهم في هذا المجال. إلى أخبار العالم الآن، حيث استعادت القوة الحكومية السورية وحلفاؤها السيطرة على مدينة السخنة التي كانت آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في حمص. يأتي ذلك في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش السوري نحو معاقل التنظيم الإرهابي شرق البلاد. بعد قصف مكثف تمكنت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها من استعادة مدينة السخنة التي كانت آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة حمص، وذلك وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، مما يمهد حسب المصدر الطريق لمهاجمة داعش شرق البلاد الذي تقدم القوات السورية نحوه في اتجاه معاقل التنظيم الإرهابي. وكانت مصادر إعلامية رسمية سورية قد أفادت بأن الجيش السوري يطوق السخنة من ثلاثة اتجاهات. كما أظهر تسجيل مصور نشرته الحكومة السورية أمس أن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه خاضت عمليات عسكرية غرب محافظة حمص، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اللقطات في أظهر دبابات وهي تقصف أهدافا لم تذكر بالاسم قرب بادية حميمة في المحافظة. على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة آسيان في مانيلا إلى صعوبة الوضع في إدلب، وأكد أن الأطراف المعنية تبحث في الوقت الراهن سبل إعلان منطقة لوقف التصعيد تشمل إدلب. وفي العراق، نفذت القوات العراقية ضربات جوية في بلدة الشرقات شمالية محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي. يذكر أن الجانب الشرقي لبلدة الشرقات الواقعة شمال التكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق ما يزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ أكثر من 3 سنوات. وتستعد القوات العراقية حاليا لاستعادة ما تبقى من المدن والبلدات العراقية بعد استعادة مدينة الموصل في 10 جويلية الماضي. حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المساس بالاتفاق النووي لطهران مع القوى الكبرى. ودعا روحاني عقب أدائه اليمين الدستورية، دعا إلى عدم الاصطفاف مع موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشأن الإيراني. حثت الخارجية الصينية كوريا الشمالية على اتخاذ ما وصفته بالقرار الذكي بعد تبني مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ ردا على برنامجيها الباليستي والنووي. هذه العقوبات من شأنها أن تحرم كوريا الشمالية من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار. تبني هذه العقوبات يعد تغييرا ملحوظا في موقف الصين التي تعتبر الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية إذا لم تستخدم حق النقض، كما امتنعت روسيا عن استخدام الفيتو رغم توتر العلاقات مع واشنطن بسبب العقوبات الأخيرة على موسكو. في أخبار الرياضة، يباري الترجي الرياضي التونسي حاليا نادي الفيصلي الأردني في المباراة النهائية لمسابقة البطولة العربية للأندية في كرة القدم التي تستضيف مصر منافساتها، ونتيجة اللقاء مع اقتراب انتصاف الشوط الثاني هي 2-0 بفضل ثنائية لسعد بقير.
من تسديدة قوية من سعد بقير في الدقيقة 46 ومخالفة مباشرة في الدقيقة 53، ويامل الترجي الرياضي في التتويج باللقب العربي للمرة الثالثة في مسيرته، فيما يتطلع الفيصل الأردني للصعود للمرة الأولى على منصات التتويج العربية. أعلن النادي الإفريقي موافقته على انتقال لاعب فريق أكابر كرة القدم نادر الغندري إلى فريق أنتورب الناشط في الدرجة البلجيكية الأولى. وكان الإفريقي تعاقد منذ نحو 3 عوام مع نادر الغندري عندما كان يلعب لفائدة إيفينيون الفرنسية. انتظمت مساء أمس بحمام زريبة من ولاية زغوان الدورة الرابعة لتظاهرة مسار زريبة بالليل، وهي تظاهرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وأيضا التشجيع على السياحة الجبلية والتعريف بمواقع ولاية زغوان الطبيعية الخلابة. أكثر من 700 مشارك و70 أجنبيا قادموا للقرية البربرية زريبة العليا لتأثيث التظاهرة السياحية الرياضية زريبة باي نايت بزغوان. هذه التظاهرة في دورتها الرابعة تتطور وتجد إشعاعا دوليا، وهو ما يطمح له منظم هذا الماراثون للتعريف بخصوصية المنطقة التاريخية والبيئية والثقافية. التظاهرة هذه قاعدة تتطور من عام لعام، أثناء يعني أكثر من 700 مشاركة، أكثر من 70 أجنبي مشاركين فيها من جنسيات مختلفة، من ألمانيا، من إنجلترا، من فرنسا، من الهند. كل عام قاعدة تتطور الإيفينمون هذايا. التظاهرة هذه في الليل بور فير ليكسيبسيون سا، باش العباد اللي تحب الطبيعة تشوف الطبيعة في الكوتي في الليل. فما حيوانات يعرضوهم في الليل، فما الكال متاع الليل، فما الريحة اللي تطلع، فما اللي ميديتي. شفتوا فريق الترجي الرياضي جاو باش يحضروا بريباراسيون مونتالي فيزيك في الليل، عندها قيمة. وزارة الشباب والرياضة في شخص الوزيرة ثمنت هذه التظاهرة وأكدت أنها بالتعاون مع وزارة السياحة سيستنسخون هذه التجربة في عديد المناطق الأخرى لتشجيع الناس على الرياضة والتعريف بالمخزون الثقافي لعديد الجهات. دوست تظاهرات كيف ما هكايا إن شاء الله في جندوبة وفي بنزرت وفي بقية الولايات اللي شهدت يعني الحرائق، باش نأكدوا فيها راه كون وغاباتنا وجبالنا هذيك راهي ثروة طبيعية، ثروة اللي حتى الزاد البشري موجود. المشاركون في هذا الماراثون أكدوا أنهم سعداء باكتشافهم لهذه المناطق الخلابة، معتبرين أن أكبر مكسب من هذه التظاهرة هو التعرف على أصدقاء جدد. تمكنك باش تقرب الأجانب، باش تقرب الناس لبعضها، باش تقوي الألفة والمحبة بين الناس. حاجة أول حاجة محبة العباد، كل مرة تجي الكومبيتيسيون كل مرة تعمل أصحاب جدد، هذيك أكثر حاجة أني نشيخ عليها. وبيان سور معناها سبور هذيك حاجة باهية. المرة نجي بلاصة ياسر مزيانة، جيت شو نصور بو بروفيتي وكل شيء فريمون تحفونا ياسر وتتعرف على برشا ناس جدد. زريبة باي نايت تظاهرة ثقافية رياضية تحتاج لدعم الحكومة لتصبح قطبا من أقطاب السياحة الجبلية والرياضية لما تتميز به المنطقة من خصائص جغرافية وطبيعية وتاريخية. تستضيف مدينة منزل تميم من ولاية نابل معرضا للروبوتيك بمشاركة مهندسين وطلبة ومخترعين، وكشف هذا المعرض عن أحدث ما توصل إليه هؤلاء في المجال والمواهب الكامنة لدى عدد منهم في الابتكار والاختراع. في معرض الروبوتيك المقام بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل تعددت المواهب فاختلفت الاختراعات، ابتكارات تبشر بمستقبل زاهر، إبداعات تنافس الجمع الطلابي لنيل علا مراتبه في المسابقة الرسمية. هي تظاهرة تهدف بالأساس لنشر ثقافة الروبوتيك في تونس، ونشجع من خلالها الشباب التوانسة وإن شاء الله المهندسين متاعنا في المستقبل في أنهم يبتكروا. وبحثنا دي زانفيتي دي كونفيرانسي عملوا محاضرات تهدف باش نعاونوا الشباب في أنهم يبعثوا المشاريع متاعهم، يحاولوا يسهلوا لهم مفهوم ريادة الأعمال. البروجي متاعي اللي هو عبارة عن المرآة الذكية سمارت ميرور. الكادر نتاع البروجي انه اون برينسيپ 10 سنين القدام الديار نتاعنا كل مش تكون كونيكتي بار انترنت. الكونستركسيون نتاع الميروار هي عباره على صندوق، هوني فما ميروار دوبل سونس وراها اكرون تاع بي سي، هوني فما ميكرو كونترولور صغير اسمه رازبيري باي 3 كونيكتي بار انترنت. البيت نتاع البروجي انه باش يسهل الروتين اليومي. الامر لم يكن بالهين ولا باليسير، وكعاده المعتاد
يصطدم المخترعون المبدعون بقلة ذات اليد في التمويل وتوفير المواد الأولية. عراقيل لم تمنع الزوار من الاستمتاع ومباركة التظاهرة. فلوس يعني والماتريال خاطر مش موجود برشا في تونس، يعني تقعد تستنى حتى لين يهبط يعني من برا، وتقعد تستنى حتى لين يمشي للحوانت، دونك ديما نقعدوا عندنا مشكلة في الماتريال وفي الحاجات هذه. انجينيور انفورماتيك دون لاندستري توا في الخارج دوبوي 8 ans، حاجة مشرفة برشا معناتها للبلاد اللي وصلنا له. برمي ما خاصة للمويا اللي معناتها محدودة جدا. شيء فرح سورتو كي الراس صغار لهنا يفهموا برشا حاجات، فما برشا حاجات فهموا لي صغار دوما دخلت انا ما نعرفش في الحكايات هذه. صحيح نخدم لبرا لكن مش دوماني الروبوتي. يفسروا لي في حاجات معناته باهي ياسر او كومبوزون يعرفوا شنو هو يعمل الرول نتاعو. يزي يكفي فهمت. تظاهرة علمية قيمة، تجلى الذكاء التونسي بامتياز، ذكاء كان لابد له من دعم ومساندة لقيمة هذا المجال الصناعي العلمي في اقتصاديات البلدان. وضمن سهرات مهرجان سيليانا الصيفي كانت سهرة البارحة مع عرض الزيارة. العرض استقطب عددا هاما من الجماهير. على ضوء القمر تعالت الأناشيد والزغاريد في واحدة من سهرات مهرجان سيليانا الصيفي. سهرية باهية وأول مرة تجي سيليانا هنا وإحنا فرحين بها. استمتعنا ياسر فما خدمة فما إبداع. زوارا جاءوا إذا لعرض زيارة الذي احتضنه المركب الرياضي بسليانة نظرا لانعدام مسرح خاص بمثل هذه السهرات بالجهة. إن شاء الله قالوا باش يعملوا مسرح أطلق، والعام الجاي أول دورة دولية مهرجان دولي. إن شاء الله نشوف عروض في قيمة عرض الزيارة اليوم، لأنه الناس سليانة اليوم تاريخها بحضارتها بالعراق الموجودة فيها تستحق مسرح، تستحق مهرجان أقوى من هكا. مهرجان يؤثث سهراته عدد من نجوم المسرح والغناء في تونس في انتظار أن يصبح المهرجان الصيفي دوليا السنة القادمة. عندنا عرض البلطي، عندنا عرض كريم الغربي يوم 7 أوت نهار الاثنين، عندنا عرض بشير يوم 9 أوت. برمجة ثرية وثرية جدا مما أدت إلى ارتقاء المهرجان سليانا إلى مهرجان دولي للسنة القادمة. وفي انتظار تدويله السنة المقبلة وتلبية مطالب أهالي الجهة بإنشاء مسرح، يتواصل مهرجان سليانا الصيفي في دورته 42 حتى 15 من أوت الجاري. فريق الأخبار بولاية المنستير واكب الدورة الرابعة لمهرجان الكرموس بالبقالطة، ثمار التين يحتفى بها على الشاطئ في تظاهرة سياحية ثقافية وفلاحية. احتضن شاطئ الدماسي بالبقالطة فعاليات مهرجان الكرموس في دورته الرابعة تظاهرة فلاحية ثقافية وسياحية تمتد على مدى 3 أيام من تنظيم اتحاد الفلاحين وجمعية صيانة المدينة بالبقالطة. احنا حبينا باش نعملوا على الشط باش نفرحوا الصغيرات، وباش الصغيرات كما تراها في الجو العام هناك ما عندها جو عرس عائلي. معرض الكرموس بانواع، ومعرض صناعات تقليديه، معرض الاكله المستخرجه من الكرموس. الى جانب عرض منتجات من التين فتحت نقطه بيع من الفلاح الى المستهلك لانواع مختلفه من التين. عن البيضي، عن الزغدي، عن الكحلي، عن القرفي، الزيدي والزغدي. تظاهرة على شاطئ البحر تمتع فيها المصطفون بملذ وطاب من ثمرة التين والعسل إلى جانب معروضات من الصناعات التقليدية والحرفية، لكن النقطة الأبرز هي التوظيف السياحي لهذه التظاهرة. كان في إطار معناتها تعريف بالموروث المادي واللامادي الموجود بجهة المنستير، وذلك بجيبان عدد كبير من الحرفاء تقريبا 150 حريف من جنسيات مختلفة. هذه أول مرة آتي فيها هنا، ونحن نتشرف بمشاركتنا في تظاهرة محلية تونسية. الحمد لله. أول مرة أزور فيها تونس وأعجبتني حفاوة أناسها وبحرها النظيف.
مهرجان التيني أو الكرموس بالبقانطة خلف انطباعات جيدة لدى المواطنين والزوار كذلك. هو معرض رائع لأنه مكن السواح وأبناء الجهة ومن عديد الولايات باش يكتشفوا بحر ديماس والشواطئ الموجودة بقالطة اللي هي من أروع الشواطئ التونسية. وهذه تظاهرة جديدة بالنسبة لمدينة بقالطة خاطر من كل عام الحسن الأحسن. تظاهرة حلوة الكل كان يمكن شوي نظام وبر. مهرجان الكرموس بالبقالطة في دورته الرابعة تثمين للمنتوج الفلاحي ثقافيا وسياحيا ليزيد من ثراء مدينة تتربع بخيراتها على شاطئ البحر. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. متابعة إخماد بعض جيوب الحرائق المندلعة في الغابات المشتعلة، وعدد من متساكني المناطق الغابية بسجنان يعودون إلى منازلهم. تواصل وتوعية بضرورة تسجيل الانتخابات البلدية المنتظرة في عدد من مناطق الجمهورية، وأمان بارتفاع نسبة المسجلين. القوات السورية تستعيد منطقة السخنة الاستراتيجية بريف حمص الشمالي من أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وتتقدم بريف الرقة. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.